صاحبك علم علي اللي تمسكرت ونقطني. ما تركبش نفسك الغلط يا براء، كفايه كده. خميس مش هيسكت وانت عارفه كويس. ومين قال لك يا موزه ان انا عايز اسكت؟ انت بتعمل ايه يا مجنون؟ علامه صغيره تبقى تذكار، عشان لما تبقي في حضن حبيب القلب يبقى يشوفها. أنا قلت ما ترجعش، هي قالت ما ترجعش، رجعت يا باشا وشلناها على راسنا من فوق. بلاش راسك يا أخويا، لحسن تتزحلق. أنا عايزك تشيلها جوه عينيك، فاهم؟ أمرني، أمرني يا باشا. شاطر يا مالطة. فيل؟ أوي أوي أوي، الله. ايدك يا معلم، الله ما يصحش كده يا بنت. ما تفهمنيش غلط امال، انا بس عاوز اوجه صوابك على الحتت اللي تعبالي هنا. اه طب اهو. ايوه اهو كده. انا بس خايفه تكون ايدي ناشفه عليك ولا حاجه. ناشفه ايه؟ ده ملبن ومحشيه لوز كمان. لا لا لا، بغير بغير. يا بنتي قلت لك بغير، حد يسمعنا امال. الله. طب كده حلو. ايوه حلو. أهو. ايوه. وهنا وهنا. الحتت بتوجعني. ايوه كده. الله الله. اهو كده شفتي؟ ايوه اهو كده حلو قوي. ايوه ما تخافيني كبنت، وقومي شوفي شغلك امال. في ايه بس يا معلم؟ احنا كنا كويسين والله. قلت لي غوري غوري. ايه يا لهوي؟ سيب راء. ما تسيبها يا حاج، تدلك لك رجلك يمكن تطلع على ظهرك، لا يكون قافش ولا حاجه. مش طالبه نقورتك يا خفيف. ولا نقوره ولا حاجه، افضي سكه انا. تعيط اجري انت يا بنت. بالاذن يا معلم. بالاذن يا سي براء. بالسلامه يا ست. انت كنت غطسان فين يا ده كله؟ ولا حاجه، كان عندي مصلحه كده يا طياري. اني مصلحه دي؟ الله، تكونش هاد كبرت وبشال حسابك. قولي على الاقل افرح لك. حسابي ايه بس يا حاج؟ لا حسابي ولا حاجه، دي كانت مصلحه كده عالضيق يعني. مش كان في معادي الليله مع الرجاله عشان المصلحه اللي بجد؟ هي كانت الليله؟ يا اخويا كانت الليله والرجاله جم وقعدنا مستنيين جنابك عشان منى عيني اشوفك كبرهم. خلاص يا حاج ما حصلش حاجه، عندي المره دي. عندي وعندك دي هناك على القهوه او في حضن مراتك، انما الشغل شغل، واللي ما يخافش على اكل عيش وما يستاهلش لقمته. ما خلاص يا معلم ما حصلش حاجه، دي اول مره يعني. والمره عندي ملاش تاني ياض. خلاص انت مالكش في المصلحه دي. ايوه، ولو عايز تبقى فيها كبيرك هتاخد يومية أي صبي شغال فيها. إيه اللي أنت بتقوله ده يا حاج؟ صبيان يقولوا عليا إيه؟ عشان يبقى لك صبيان يا خفيف لازم أنت تبقى كبير. الحكاية مش بالكلام يا ابن النوح، ده آخر القول، ومش عاوز أسمع حسك تاني، فهمت؟
فهمت يا حاج، فهمت. سوريا سوريا سوريا، مشي مشي مشي، عقلي رجلي فين؟ بالراحة بقى، ما تخليش يا خير عشان ما ازعلش. الحقنا يا سي خميس. في مالها رمانة؟ تعرفش يا اخويا، انا كنت بجيب لها حاجات واحصلها على الكباري، بصيت لقيتها داخله عليا بتشلب دم من كل حته وقطع النفس يا عين امها. جبت لها الدكتور وكلمتك على طول. ايه فين؟ جوه سطيحه. ما قالتش مين اللي عمل فيها كده؟ ما قالتش، منهم لله، لا يوعوا ولا يستوعوا اللي عملوا فيها كده. لما اروح ابخر البيت، البيت فيه اسياد، حابس حابس. هيكون مين يعني؟ اه، حبة عيال قطروني على الدائري. وعملوا فيك ايه؟ ما تخافش يا اخوي، غرضهم سرقة، ولما صوت نزلوا فيا ضربة بالحزمة وخدوا كل اللي معايا. حد مسك؟ اطمن، حبة خرابيش على الجلد. البلد فكت، ما كلمتنيش ليه؟ اصل اخدوا مني الموبايل وخدوا الفلوس وخدوا كل اللي معايا، واول ما وصلت هنا البيت خليت بيسا تكلمك. انت وصلت هنا ازاي؟ اه، بالراحه بالراحه. مفيش يا اخويا، شاورت العربيه نص نقل، صاحبها طلع ابن حلال جابني هنا لحد البيت. ولاد الكلب، ما شفتيش حد منهم؟ الدنيا كانت عادمه وما لحقتش اشوف حاجه. اكيد العيال دي قاطرينك من المحل. والجردات كانوا فين؟ مش عارفه، الحمد لله انها جت لحد كده. ليه؟ وانت كنت عايزاها توصل لحد فين تاني؟ وحياة امهم لا جايبهم ولو في سابع ارض. والنبي سيبك منهم، ما تشغلش بالك بيهم، دي اكيد عيال مبلبعه اي حاجه وشرقانه فلوس، ودول ياهما اليومين دول. وحياتك عندي، لا جايبهم لك راكعين تحت رجليكي. ابوس ايدك، وحياتك انت عندي، سيبك منهم وخليك معايا يا اخويا. الدكتور قال لك ايه؟ مفيش، قال لي دي شوية كتمات وهتروح لحالها، واداني حقنة. حقنة فين؟ هنا يا اخويا في دراعي، حقنة مضاد. اه حلو. شغال ايه الدكتور ده؟ ايه يعني اسمه ايه يعني؟ وانا عارفة يا اخويا، جابته لي البنت بيسا. طب ارتاحي يا حبيبتي، ارتاحي. تعالي. انا مرتاحة وانا في حضنك يا خميس، خليك معايا والنبي ما تسيبنيش. ده بقى احلى حضن في الدنيا، تمد ايدك كده تاخد منها كل اللي انت عايزه، وتعلي دماغك لسابع سما كانك طاير فوق كل البشر، وتغمض عينك كانك في حته من الجنه. الله يخرب بيت التركي اللي حاسره في دماغكم. بقول لك يا بيبي، حياة أبوكي لا تخفي عليا شوية من الحوارات دي، ماليش فيها خالص خالص خالص. أنا مش مبسوطة، أنا حاسة إن الناس كلها زي بعض، كله بيقول نفس الكلام. أنا اتخنقت يا لؤي، تعرف إيه أكتر حاجة بحبها فيك؟ إيه يا روحي؟ سكراتي بضمير؟ ان انت الوحيد اللي بتكلم معاه وانا مش مكسوفه. انت الوحيد اللي بقدر اقول له كل حاجه ما اقدرش اقولها اي حد. اصلا انا دايما حاسه ان انا لوحدي. انت في الباي باي خالص. باي 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 باي. زماري زماري زماري. باي باي. قالت لك انا حضن الدنيا وطايره فوق كل الدنيا. فوق.
هتبقى دي اول القصيده. النهارده سابب اليوميه، بكره يديك كتف ويرميك بره السوق، ومش بعيد يخلي خميسه فندينا كبير السوق. افندينا افندينا، مش قادر اسمع الاسم ده، انا قرفت منه. لا ده انت لازم تسمع الاسم ده ليل ونهار، عشان هتفوق في يوم تلاقي ابوك جايبه هنا وسطينا. كفايه بقى، انا دماغي مزروطه على الاخر ومش قادر. ها وايه الجديد يعني؟ ما انت على طول مش قادر. لا يا حبيبتي، قدره عن قدره تفرق، وانت عارفه كويس قوي ان اقدر. بس انت ارضي كده وانت تشوفي. اوعى كده بلا نيله، اوعى. دي اللي انت فالح فيه يا بنت. ده انا براء النوح. براء النوح هو ده اللي انت فالح فيه، تقدر على النسوان وخلاص، انما الرجاله ما تعرفش تقف قدامه. تعالى يا بنت. اوعى فكك من كلمتين لحد. اوعى بقى، اوعى تجيلي. يعني انت متاكده من اللي انت بتقوليه يا اختي؟ ما انت كل مره بتقولي لي كده وكل حاجه بتبوظ. ماشي يا حنتومه، ورحمه امي لو ما حصل لحقتم رقبتك وحاجه في حتتك وافضحك. من المشكله يا حنتومه ان مراته لابده في الاوضه يا اختي، ما بتخرجش. لازم يعني الليله ايه ده اللي يبوظ؟ ورحمه امي اللي هحط العمل الليله، هحطه يعني هحطه الليله. خلاص يا حنتومه ما تبقيش لكاكه. يا ساتر يا رب. مزاج الخير. اصل انا كنت زهقانه شويه، قلت اما اجي اقعد اتكلم معاكي شويه ونتساير ونروق وندلع روحنا. مالك مش مصدقاني؟ بيني وبينك عندك حق، ما هو يا اختي احنا كل اللي بينا غل وقرف. بس هو كان مين يعني اللي زرع جوانا كل الحاجات دي؟ مش هم 44 اللي قاعده بره؟ عارفه ليه؟ عشان تفضل معلقه كل واحده مننا من عرقبها. بس احنا خايبين، احنا ستات زي بعض، المفروض نخلي بالنا من بعض، قلبنا على بعض، مش كده ولا ايه؟ انا الصراحه مش عاجبني حالك. ايوه قاعده كده يا اختي كامره نفسك في الاوضه وفي قميص نوم ومتدفيه زياده يا اختي، مش سنك خالص. خدي بالك من نفسك شويه. وبعدين سايبه الراجل طايح كده، كل اللي نفسه فيه بيعمله عيب. هاتي الكوبايه اللي جنبك دي هظبطك. الراجل من دول عينه بتبقى زيغه وعينه ما بتروحش غير اللي ايده مش طايلاه. خدي اشربي ده على نفس واحد، نفس واحد، ما تخافيش، ده انا هظبطك النهارده. شاطره والست الواعيه اللي عايزه تخلي بالها من جوزها لازم توري لي عينه ما شافتهوش يا خايبه. انا نويت اظبطك، حبيتك، اشربي تاني. حلو، انا هروح اجيب لك شويه احمر واخضر
وهجيب لك قميص نوم من عندي نقاوه. بس قوم النبي اوعي تقولي لامك وقبره ان انا اللي عملت كده. واوعي تقولي لسي خميس ان انا اللي عملت كده. خليها تبان كانها جايه منك احسن. حبيبتي انتي. خمس دقايق وجايالك. ده كده ليلتنا هتبقى اخر روقان. يا خرابي يا قلبي. ايه ماله قلبك فط واقع في رجلك؟ ما تاخذنيش يا سي خميس، اصل انا نجمي خفيف شويه وما بتخط ركب بتخبط في بعض. يا ولده بيلبسي له حاجه تقيله وكني في سريرك والدافي في حضن جوزك. سريري فيه شوك بيعلم في جسمي، ومحروس جوزي بيحب ياكل رز مع الملايكه، واخرتها يخرج ويسيبني لما اتخنقت. حبة هوا 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 عشان عايز مراتي حبيبتي في كلمتين خصوصي. كرامة كرامتي I love you. طبعا مش مراتي حبيبتي وحلالي اللي قسمهولي ربنا. طبعا تبي حبيبتي. استني يا حياتي اما اشيلك وادلعك واهنلك. واه يا دنيا الله، اه يا دنيا الله، واه يا دنيا الله. انا عارفني انا تد مني انا مش انا. انا مش ليكي انا، مش ليكي انا ليكي انتي. شوق تعالي عايزاك. انا قلتلك قبل كده مالكيش دعوه بكرامه. انا كنت بوعيها بنصحها، ولا هو كلمتي انا بس اللي في البيت ده بتقف في الزور؟ ولا يمكن علشان انا غريبه ووحيده بتستفردوا بيا؟ اسمعي يا شوق، شغل التلات ورقات ده ما ياكلش معايا وما ينفعش في البيت ده. وحبتين النسوان والسهواكه ومحن الحريم ما يمشوش هنا. انت وقعتي كذا مره وانا قلتلك بدل المره اتنين، التالته من غير صوت في غمضه عين هتبص تلاقي نفسك مرميه في الشارع، فاهمه؟ بالحدمه اللي عليكي. وانا كلمتي محدش يقدر يتنيها. ما بلاش يا حاجه تظلميني احسن، ولا هو اللي يعمل خير يلاقي الشر؟ انت لسه ما شفتيش الشر، ويا ويلك لو شفتيه. الله اكبر. ساعة الجد قربت ولزماني وقفتك معايا. انا ما اتاخرش يا بجاشي، بس انا ماليش في بلطجه الانتخابات. تمامك اخضر والكل بيتبارك بيه. ما اخضر فسر. الاحمر المستورد وبالسعر اللي انت عاوزه. فراوله يا ابني انا ماليش في الكيمياء، ما انت عارف. بس الكيمياء بقت موضه لازم يبقى لك فيها يا معلم. لما انت لازمك فيها يا بجاشي. الاحمر ده اللي بيخلي البشريه شد حيلها، وحبايه واحده تخلي المقتب العدنان حصان بيرمح
والراجل البطاية يبقى أسد. أنت خاشش المجلس ولا بيت دعارة يا ابني؟ الكيف بيخلي الكل يتساوى، وشريط من دول بيخلي الخلق مصحصحين يسقفوا للصبح من غير ما ايديهم توجعهم. حاكم الأصوات دي ما بتجيش إلا لما تملى البطون وتملى الجيوب، والأهم من ده كله تملى الدماغ. وانت اخترت الأرخص؟ لا، أنا اخترت المضمون يا معلم. يتوب علينا ربنا. آمين. نركي نركي رجعت. طيب يا خلي بالك ومرحوب. ماشي يا فنديل. يا صباح الفل، صباح الحليب على احلى بنوته. صباح النور. ايه على فين بدري كده؟ على المعهد. اه طب ما يلزمكيش اي حاجه، فلوس تشتري كتب لبس اي حاجه. ميرسي. ميرسي ايه بقى الحته هنا؟ ده عيال بيئه كلها يفتكروكي خواجايه ويشتغلوك. كتر خيرك، كفايه اللي انت عملته وبتعمله. دي مش عزومه مراكبيه يا فوتي، انت بس تشاوري على اللي انت عايزاه. انت ما تعرفيش غلاوتك عندي قد ايه. انا اللي نفسي تعرف غلاوتك عندي قد ايه. عادي، ممكن اطلب منك طلب؟ طبعا. تبقى تيجي تشق علينا، انا بفرح قوي، ابويا بيفرح قوي لما بيشوفك، وامي كمان، كلنا يعني. حاضر، يلا بقى عشان ما تاخريش. خلي بالك من نفسك. وانت كمان خلي بالك على نفسك. اجيب لك شقتين فول تاكلين في السكه. فول ايه وانا رايحه المدرسه؟ اه انت رايحه المعهد. يلا باي باي. باي باي. بس البيت ظهر عليك يا فندينا، مش هملك. انت هنا من امتى؟ قبل الصراحة بشوية. حلوة قوي الفيلم ده. فيلم تحسبهاش كده يا بطريق، فوتة دي حاجة تانية خالص. اه بس هي باين عليها حاسباها كده. ابويا منبسط اول لما بتيجي، امي كمان، كلنا يعني. ايه يا دفن، فوتنا دي تربية ايدي، تربية ايدي. بنت نظيفة وتخاف عليها بجد. بيني وبينك يا بدران، أنا بشوف فيها كل اللي اتحرمت منه. طوب أبيض غالي من سواد أيامكم، لا تكون قرف. ونفسي تفضل كده على طول. ياه ياه، ما تيجي تعزمنا على حاجة أحسن. لا ياه لا ما أقصدش كده، بس القهوة ملغمة بعوق. تعال نشرب حاجة عندك في المكتب على حسابك. طب البن على حسابك والمية على حسابي. والجوزة فرق. لا إلا. والقهوة فرق. لا إلا. والجوزة فرق. لا إلا. طمن أخبار أفندينا إيه؟ مفيش جديد يا باشا، فضل سهران في الغرزة، وبعدها راح المقطم مع المحامي، ومنها على بيت الرقاصة، وبعدين روح. أنت كنت بتراقبه باللقاء ده؟ كان مين معاه بقى في الغرزة؟ نفس الطقم، ومعاهم بجاش المري اللي مرشح نفسه في المجلس، وحبة نسوان. أظن أنت بتسمع نسوان ريقك يجري وتركز على طول. تمام سعادتك يا باشا. أخبار الأحمر إيه؟ شغال ولا معاصلك؟ لا والله يا باشا شاح اليومين دول. تمام يا عسكري. تمام سعادتك يا باشا. روح سلم زميلك. أمرك يا باشا. روح معاه. تمام يا باشا. النوح بيحضر لاستقبال عملية كبيرة، وكالعادة لا بيحدد معاد ولا مكان. يا فرحتي كسبنا صلاة النبي. مخبرينك مش عارفين يمسكوا حاجة على أفندينا، ومصادرك مش عارفين يجيبوا معلومة واحدة من النوح. نشتغل احنا ازاي بقى يا باشا؟ نعيني عليهم ليل نهار، واي معلومة بتتسرب بتوصلني على طول، والمعلومة الأكيدة انه بيستعد لاستقبال حاجة مهمة. حاجة مهمة؟ ايوه حاجة مهمة، بدليل انه كان مجتمع برجالته امبارح بالليل في البيت. وقالوا ايه بقى في الاجتماع ده؟ يعني طرطيش كلام ما فيهاش معلومه اكيده. يا علي الطرطيش ما تملاش قرب. ايوه بس انه يجتمع برجالته في ساعه متاخره زي دي اكيد فيها حاجه مهمه، وبعدين احنا لو راقبناهم ولا هنوصل لحاجه. اللي زي دول ما بيهزروش. واكيد عاملين حسابهم على كل اللي انت بتفكر فيه واللي انت عاوز تفكر فيه. طب بتفكر في ايه سعادتك؟ علي انا عاوز اقابل المصدر بتاعك ده بنفسي. اللي في بيت النوح؟ ايوه. بس هو رغاي حبتين. مفيش مشكله.
كنت نايم، كنت عملت زي ما انا عملت بالظبط. ليه يعني؟ وانا كان مالي؟ كنت ماسك في خناق روحك وبتنازع، كأنك ماسك بايديك في رقبتك وبتفرفر. لسه عايزه تفهميني انك خايفه عليا يا مطره؟ انت عارف انا خايفه اقرب منك ليه؟ خايفه ارتاح وانا في حضنك، خايفة أصدق إن أنا مراتك، خايفة تروح مني زي ما أخوك ما راح. أنا عارفة يا براءة، عارفة إن أبوك ضغط عليك وملجمك، بس أنا كمان غصب عني كل ما أجي أقرب منك ألاقي دم أخوك سايح بينا. يوم ما الشباك هيتفتح والشمس هتدخل تنور في كل حتة وتغسل روحنا من ذنبه، تصلح كل حاجة اتكسرت فينا. ملاك الرحمة بيصبح على نجمة مصر والسودان ووسط البلد وبيقولك جود مورنينج. انت تفتكر ينفع اعرف باللي حصل وما جيش لحد عندك؟ ليه؟ هو اللي بينا ده مش عيش وبغاشة؟ ده حتى ما ينكروش غير ولاد الحرام. وانت عرفت منين ان شاء الله؟ ولاد الحرام سمعت زي اللي سمعوا. المهم انت عاملة ايه دلوقتي؟ هاو دو يو دو؟ زي ما انت شايف. انا شايف بدر منور في ليلة 14. حبة الخرابيش اللي على ايدك دول هنداريهم بالاحمر والاصفر وترجع لنا نجمتنا تنور المسرح، وانا من ناحيتي هقلل الاضاءة شوية وترجع صاحبة العزة والكرامة. بس انا مش راجع الكباريتين. ينفع يدور من غيرك؟ ده نقفل الكباريه واكتب يافطة بالبنت العريض مغلق للصيانة لعدم وجود رمانة نجمة المحل الاولى. ينفع يدور يا نجمة من غير طلتك علينا؟ والطلة اللي انت لقطع صورتها على الباب شالت قبل ما تتحط. غريبة، أمال مين اللي كان حاططها من الأول؟ اشبك إيدي في إيدك كده؟ وشبكة العشرة الكرام دول ومليك علي حلفان، الواد شلبي هو اللي أقنعني بكده وقال لي بنت جديدة ملهاش غير زبون واحد نسيبها تسترزق وهتاكل حتة من البغاشة. وأنا عارف قلبك الطاهر ده لا يمكن يرضى بقطع الأرزاق.
انا ما قلتش يتقطع عيشها. ومين قال يتقطع عيشها؟ انا قلت يتقطع عيشها، هو قال يتقطع عيشها، انت قلتي يتقطع عيشها. ليه هو اللي بينا ده عيشة يوم ولا اتنين؟ ده سنين يا نجمة. خلاص انا هبقى ارتاح كم يوم وبعد كده هبقى انزل. العمروتي باشا مأكد عليا يشوفك الليلة. العمروتي؟ نريحه ونشوفه عايز ايه ونرضيه بدل ما يفتح في قديمه. بس انا لسه تعبانة. يا نجمة راحتك مش على السرير وسط الادوية وريحة الميتين، راحتك على المسرح وسط جمهورك اللي بيعشقك، وسط الاضاءة والخمسات اللي بتترمي تحت رجليك والملايين. سيو. سلام يا بيسا. سلام يا كابتن. طب خلاص خلاص، فين انت دلوقتي؟ ناوي تعمل ايه خميس؟ ناوي اربعه على النفوخ. هو عامل ايه بس؟ ما انا سمعتك بنفسك المكالمة. هو انا كمان صحيح مش طايقه، بس اللي فهمته من كلام بيسا انه راح يزورها عشان يرجعها الشغل تاني. ايه بقى دخل ده باللي ضربوها؟ الشغل الوسخ ده يطلع من الملط. وبعدين شغل دماغك شويه يا متر، الحوار ده محدش دريان بيه غير انا وانت وبيسا والعيال اللي ضربوها. هو عارف منين؟ فعلا ممكن يكون له صله؟ ده اللي هقرره بيه دلوقتي. انا ما يعجبنيش الشغل ده. انتوا ليه مش مقدرين المهمه القوميه اللي احنا عايشين علشانها؟ فالحين بس اخر الاسبوع كل واحد يمد ايده عايز يقفش الالومنيا. روحوا ضميركم شويه. شلبي ما تقلقش يا برنس هنشرفك. باب مراعاه الضمير صفحه فندينا. كلمه يالا قصاد عمرك. اطلع نتفاهم فوق في المكتب. هنا هنا وسط صبيانك هدفنك مكانك. دي مش طريقه تفاهم، هموت في ايدك. ولا مين ياض العيال اللي قطروا رمانه امبارح؟ مش عارف انت بتتكلم على ايه. انت كده مستعجل على السر ليه؟ مين ياض؟ انت قول. براء نوح رجلت. براء نوح. لله السلامه.